صباحكم، عاملين ايه؟ يلا نعلق زينة رمضان. بصوا، انا طلعت الحاجات دي. طبعا اللي متابعيني من السنة اللي فاتت عارفين كنت عاملة ده، كنت عاملة كمان عندي ده من السنة اللي قبل اللي قبل اللي فاتت. كل الحاجات دي بجمعها في كرتونة او في كيسة كبيرة واخزنها. وعندنا كمان دول اللي هو الكوشن اللي هو بتاع رمضان، عندي حوالي 4 منه عشان البلكونات. انتوا عارفين احنا بنقعد في البلكونه بس الدنيا ساقعه حاسه، فمش هينفع. دول اللي جبتهم جديد السنه دي. يلا قولوا لي مبروك، هو شكلهم حلو بجد. يعني ده مفرش، بصوا خامته حلوه، خامته كتان اللي هو التقيل، خامته كتان خيش. بصوا اشكالهم حلوه جدا ما شاء الله. اهو هما دول اللي جبناهم لرمضان السنه دي، دول الجديد. ده برضو اهو شايفين انا بخزن ايه، كل عقد نور في كيسه وبخزنهم. برضو ده في علبته اهو زي السنه اللي فاتت، برضو فاكرينه اللي احنا علقناه مع بعض في الستاره الشيفون، برضو هعلقه في نفس المكان. الحاجات دي يعني لو عندك مثلا فضيات، نحاسيات، الحاجات الاطباق اللي احنا بتجيبوها دي وبتشيلوها حلوه، تحطي فيها التمر. هنعمل تمر بالشوكولاته والفستق، وهنعمل شويه حاجات حلوه ان شاء الله خلال شهر رمضان. ربنا يعيد علينا وعليكم الايام بخير. زي ما انتم شايفين هنعلق زينه رمضان. بس يلا جهزوا مع بعض لان احنا كنا كسلانين بصراحه، يمكن انا متاخره شويه. في ناس قبل كتير عملوا زينه رمضان وزينوا بيوتهم ونظفوها، بس انا السنه دي بصراحه ما نزلتش اي تنظيفات ولا ترتيبات لرمضان. كل سنة وانتم طيبين يا ربي، وعام سعيد عليكم، ورمضان يا ربي مليان وعمران بيوتكم بالخير والسعادة والرضا والرزق. اشوفكم على خير في فيديو جديد بعد ما نعلق زينة رمضان.